اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وللي ما تابعش معانا من قبل الفاصل احنا وصلنا لفقرتنا الثالثه والاخيره. يعني في السنه الجديده كل واحد بقف كده قدام نفسي واقول انا عايز اعمل حاجات جديده، او انا مثلا ما وصلتش لحاجه معينه فبقى حاسه ده لا انا هعمل ايه في السنه الجايه، او ايه الطموح اللي اقدر احققه، هوصل لايه، انا ممكن اعمل ايه في السنه الجديده، ممكن اتعرض لفشل او اتعرض لحاجه معينه في السنه اللي فاتت، او لا خلاص انا مش عايز اعمل حاجه تانية. احنا كل ده هنعرفه النهارده مع دكتور احمد ثابت الخبير النفسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح عمل. حبيبي مايكل باشا، كل سنه وانت طيب. حبيبي صح، شكرا جدا يا فندم. صباح الخير يا دكتور، يعني كل سنه وحضرتك طيب طبعا، واتمنى ان 2024 تكون سنه مليانه بالانجازات والسلام النفسي. بما ان حضرتك النهارده هتكلمنا بقى عن ازاي ان انا مثلا في السنه الجديده اول حاجه ببقى عندي امنيات وطموحات كتيره جدا عايزه اعمل وعايزه، وابدا كده بحماس واجي مثلا اهبط في النص بقى وابقى مش عايز اعمل حاجه تانيه، او ان انا يعني افقد الشغف اللي انا كنت بادي فيه من بدايه السنه. اولا في البدايه لازم عشان احقق الهدف بتاعي انا بعمل حاجه من خلال الخطه بتاعتي. يعني زي مثلا انا في شاب اتخرج مثلا من الجامعه او من الكليه، ايه الاهداف بتاعته اللي هيعملها في 24؟ زي مثلا لما اجي اقول مين التارجت بتاعي او الهدف الرئيسي بتاعي مثلا الزواج. طيب من ضمن الاهداف الفرعيه بتاعته اللي موضوع التخطيط للزواج لازم يبقى في شقه، لازم يبقى في المفروشات او المنقولات الخاصه بيها، لازم يكون في عمل يستند اليه، لازم يكون في توافق نفسي واجتماعي واقتصادي مع الطرف الثاني اللي هو هيطلبه. دي اهداف فرعيه انا بكتبها. يا دكتور طيب. احنا بدانا كده بذكر مثال هيخلي الناس مش عايزه تتجوز يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك انا بضرب مثل واقعي ليه؟ انا في هدف عندي اسمه المين تارجت، وبعد كده في عندي الاهداف الرئيسيه. انت حضرتك ذكرت كلمه واقعي، ولازم نفرق دكتور برضو ما بين فكره الاهداف والاحلام، في فرق كبير ما بين الاثنين. ايوه، ما انا عشان اكون مرتبط بالواقع لازم اكون حاجه في عندي في حدود الامكانيات بتاعتي. بمعنى ايه؟ حضرتك تذكر جيدا والساده المشاهدين في ايه؟ أنا عندي لما باجي بعمل حاجة اسمها خطة استراتيجية، دي مشتقة من لفظ إغريقي اسمه استراتو. استراتو ده هو تخطيط، معناه الدخول في حرب. الدخول في حرب المين تارجت بتاعته أو الهدف الرئيسي بتاعه إيه؟ يا إما احتلال موقع أو استرداد أرض أو تحقيق أهداف معينة. طيب ده بيتطلب إيه؟ بيتطلب حاجتين، حاجة اسمها المانجمنت اللي هو الإدارة، واخد بال حضرتك؟ يبقى انا لازم ادير الجزئيه دي. في عندي حاجه كمان اسمها البلان اللي هي التخطيط، لازم اخطط ده، وهو ده اللي موضوع الحلقه اللي حضرتك بتتكلموا فيه النهارده. الخطه الاستراتيجيه يبقى في مين تارجت، في اهداف فرعيه، في انشطه اللي انا لازم اعملها عشان احقق كل هدف تارجت. طيب في جزئيه ثانيه لازم اعمل عندي في فتره زمنيه، في الفتره الزمنيه عندي 12 شهر. ال 12 شهر ده كل شهر فيه اربع اسابيع، اقسمهم كده، يعني بعمل حاجه ما يسمى بالخريطه الذهنيه. يعني أنا لو حضرتك معانا الساده المشاهدين لو جبنا ورقه وقلم وكتبنا الخريطه الذهنيه دي، اقول مثلا في شهر يناير هعمل كذا، في شهر فبراير هعمل كذا، وفي الخانه اللي بعد كده هعملها اللي هو التقييم بتاع الاداء بتاعي، يعني انا الهدف بتاعي اللي هو كان مفروض في شهر يناير حققته ولا لا. معايا حضرتك؟ طيب كل الكلام ده في ايه؟ في حدود الامكانيات بتاعتي. بمعنى ايه؟ مثلا يعني انا خرجت مثلا من كليه نظريه ويكون الهدف الرئيسي بتاعي مثلا ان انا ابقى طيار، طب هاو زي الكلام ده، فده الكلام ده مش هينفع، فلازم الهدف بتاعي يرتبط بالامكانيات بتاعتي. صح. احنا دلوقتي بنتكلم عن الزواج، شخص مثلا من اسره متوسطه الدخل الاسره المصريه كلها يعني. طيب ما يحلمش مثلا هو يتزوج واحده من وسط ارستقراطي مثلا. يعني كده يا دكتور تكون اهداف قابله للتحقيق، مش اهداف كده عبثيه وخلاص. طبعا. وحاجه بقى بيقول ايه؟ على ارض الواقع زي ما حضرتك مشكوره لسه قايل من دلوقتي. يبقى اخلي الاماني بتاعتي مرتبطه بالامكانيات الخاصه بتاعتي. صحيح. وهو ده السبب الرئيسي لمعظم المشكلات عندنا الموجوده في المجتمع،
ان تبص تلاقي واحد بيحلم باحلام يعني مش عايز اقول لك غير واقعيه، وهو ما بيشتغلش، وهو امكانياته الماديه ما عندهوش، وهو مثلا سوري يعني مش متعلم. طب وده سبب الفشل الذريع اللي بيحصل. طبعا بتؤدي بعد كده الى بقى ايه صدمات نفسيه كثيره جدا، وبتؤدي الى ما يسمى اضطرابات سلوكيه ونفسيه وعصبيه للعديد من الافراد اللي هم بيفشلوا. صحيح. زي مثلا نعم اما حضرتك اتفضل. اه في طالب مثلا بيحلم ان هو يخش كليه الطب. طيب وهو ما يعرفش انجلش مثلا، ولا يعرف ماس، ولا يعرف ساينس. طيب هيخش كليه الطب ازاي؟ او بالمثل عايز يطلع مهندس. طيب هو لا يجيد الانجليزيه ولا يجيد الرياضيات، وده سيد يمكن كمان الطامه الكبرى ان هو لا يجيد القراءه والكتابه. طب ده مطلوب منه ايه؟ طيب خاصه يعني كمان حتى اعرف امكانياتي واشتغل عليها يا فندم، او اشتغل طبعاً في حدودها. وخلينا نقول انا يعني كاسره مفروض الاساس الموجه الاول لاي فرد فينا. ليه؟ لان احنا عندنا في منظومه اللي هي الاسره، وبعد كده عند الحضانه او المدرسه، وبعدين في الموقع الجغرافي المحيط، وعند المجتمع بصفه عامه. لازم اشتغل بخلال المشكل المربع ده كله. الاب والام عليهم ايه؟ اعداد انسان صحي نفسيا اجتماعيا للمجتمع. فلازم اعده منذ هو صغير، لازم احس على التعليم. ما ينفعش الابن مثلا هو صغير لا انا مش رايح الحضانه النهارده، مش رايح المدرسه النهارده، وانا اشجعه لا يا فندم ما ينفعش. لان انا عندي تارجت، مين تارجت رئيسي؟ الهدف الرئيسي ان هو ابني يكون عنده وظيفه. صحيح. في حاجة كمان حضرتك ذكرتها لو سمعني يا فندم، يعني في ذكرت ازاي ان الشخص. انا الو ايوه احنا مع حضرتك يا فندم. فلازم الشخص ده يكون في عندي سبورت. السبورت الاساسي لاي طفل او اي شخص منذ الطفولة اللي هو الاب والام، دول المعلمين الاساسيين للطفل. يعني تشجيع من البداية طبعا. طبعا يعني امكانياتي برضه. طبعا يعني زي مثلا انا لما اقول لابني مثلا انت نفسك تطلع ايه؟ هيقول لي مثلا في هيطلع مثلا حاجه معينه، اساله ليه؟ لان مش يقول كده وخلاص. معظم ابنائنا الطلبه دلوقتي وهم صغيرين تيجي نساله نقول له انت نفسك تطلع ايه؟ يقول لي خليها على الله او سيبها حسب الظروف. لا يا فندم ده هيطلع انسان فاشل. تفتكر حضرتك وكلنا عارفين في قصه العلم دكتورنا الاستاذ زويل رضي الله يرحمه يعني كان هو صغير كاتب على الحجره بتاعته وهو في سنه رابعه ابتدائي كاتب دكتور زويل حتى. فكان كل الناس اصلا كانوا بيستغربوا، وهو طلع الاستاذ الدكتور زويل الى وصل للمكان ان هو بقى المستشار العلمي رئيس اكبر دوله في العالم. ممكن استاذنك يا دكتور بس نبسط الموضوع اكتر شويه؟ يعني دلوقتي احنا خرجنا من عام 2023 ومعانا شويه هموم، معانا شويه روتين، معانا شويه حاجات كده، وعايز ابدا بدايه جديده في 2024. ازاي ابعد عن الطريقه الكلاسيكيه التقليديه وابتدي احط بلان عشان خاطر انجح؟ وانا عارف ان الموضوع مش سهل. نعم، ما هو دي كبسوله النجاح اللي انا بقولها لحضرتك. اشوف اسباب الفشل بتاعي. يعني احنا لما بتيجي بنعمل حاجه اسمها مشكله بحلل بحاجه اسمها سوات. سوات دي عباره عن ايه؟ بشوف امكانيات القوه بتاعتي، بشوف امكانيات الضعف، بشوف الفرص المتاحه قدامي اللي انا ممكن اشتغل فيها، وبشوف التشالنج بتاع التحديات اللي هي الموجوده قدامي. من خلال الحاجات دي كلها اقدر اقيم اخطاء اللي انا غلطت فيها في 23 وايه اسباب الفشل بتاعي. عارف حضرتك اي سبب اساسي والمهم جدا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي حراميه الوقت. ايه حراميه الوقت دي؟ اللي هو بيسرقوا الوقت. سرقه الوقت بتيجي زي ايه؟ زي اجهزه المحمول. تبص تلاقي كل طفل هو صغير عمال يلعب جيمز مثلا على المحمول. هو ايه اللي يعني هو ما فيهوش في حياته خالص غير المحمول. تجد معظم كله حتى واحد يقول لك ايه، حتى تلاقي البرامج التلفزيونيه تلاقي فيه العيال يقول لك ايه مش هتقدر تغمض عينيك، مش هتقدر تغمض عينيك. بالنسبه دي رساله اقدر اوصلها للشعب المصري، اقول له مش هتقدر تغمض عينيك. امال هيقدر يستريح امتى؟ هيقدر يروح شغله امتى؟ هيقدر يحقق الاهداف بتاعته ازاي؟ انت زمان لو تفتكر حضرتك كان شعبنا المتكامل يعني في ترابط، في اهداف، في ناس بتشتغل فعلا. صح. انت عندك كانت قناتين بس، قناه الخامسه وقناه التاسعه عليها الاولى والثانيه، والساعه 9 يا دكتور النشره، وكل بعد النشره بينام وليها ختام يا فندم. يبقى الناس يعني انت المكسب بتاعك اخيرا بتنام 12، تصحى الصبح تشوف شغلك نظيف. انما انت دلوقتي انت
الناس ما بتقول لك انت مش هتقدر تغمض عينيك، امال هيستريح امتى؟ هيروح شغله امتى؟ هيحقق اهدافه امتى؟ بالتالي دي احنا ادي نقطه فشل، لازم اشوف حراميه الوقت. انا في مثلا انا عندي دلوقتي بالنسبه طلابنا هم بيمتحنوا دلوقتي نص السنه، اعانهم الله يعني وعن اولياء الامور على الجزئيه دي. لازم يا فندم انا كاب لازم احدد وقت معين، انا عندي 24 ساعه، ال 24 ساعه لما تقسمهم على ثلاثه في 8 ساعات نوم، ده صحيا ان اطباءنا يقولوا ان الجسم لازم ينام 8 ساعات ودي حقيقه. عندي 8 ساعات ثانيه في الشغل والروابط بتاعته، في بعد كده 8 ساعات التانيين ان انا امارس فيها حياتي، ممكن اذاكر، ممكن العب، ممكن كل الانشطه بتاعتي، ما اخدش ال 8 ساعات. انا دلوقتي كاب منظم ماسك الابن، بص يا بابا مش هنديك المحمول الا لما تذاكر، ولازم اراجع له ولازم اذاكر، مش معنى الطفل ماسك كتاب ويمكن بينعس وسرحان وهكذا، لازم يبقى في كوميونيكيشن، في تواصل، في تتابع ما بين الحضانه او المدرسه وولي الامر. هو ليه حضرتك المس او المستر بيكتب اللي هي النوتس او الملاحظات بتاعته والاب او الام يشوفوها، يقول له مثلا ابنك كان نايم النهارده في الحضانه، ابنك النهارده ضرب عايل، ابنك النهارده ما عملش الواجب، يبقى في التواصل ده واقدر اقول السبب 1 2 3 اقدر اراعيه. عشان كده لو تفتكر حضرتك زمان كان الاب بيرجع الساعه 3 يتغدى ويصلي ويشوف الدنيا فيها ايه، وبعد كده يتفرغ لاسرته، يقدر يراجع الدروس معاه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي والاب ودلوقتي برضه بيرجع 3 بس 3 الصبح بقى. ده 3 شوف انت حضرتك بتقول 3 الصبح، طب ده والواحد فينا بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان يقدر يعينه على يعني مشاكل الحياه، فربنا يكون في عون الاسره المصريه، بس ده مش مدعاه ان انا اسيب الحبل على الغارب، لا لازم هي جزئيه تنظيم. هو ده بقى اللي عايزه اتكلم فيه مع حضرتك، يعني مع دوامه الحياه والضغوط والمشاكل اللي عايزه اتكلم مع حضرتك في النقطه دي اللي حضرتك لسه ذكرتها دلوقتي، يعني مش عايزه اسيب الموضوع يعدي كده. مع دوامه الحياه والمشاكل، وان زي ما حضرتك بتقول ان ممكن الواحد بيشتغل شغل والتاني والتالت علشان يقدر يتغلب طبعا على المصاعب الحياه والضغوط الكتيره الاقتصاديه اللي بيمر بيها وتربيه الاولاد وحاجات كتيره جدا يا فندم. ازاي الاقي وقت ان انا اقعد افحص ذاتي وان انا بقى ايه اتنفس كده واقول انا عايز اعمل حاجات جديده اصلا؟ ما انا في وسط كل ده انا مش لاقي وقت، ده انا يا دوبك الواحد يروح ان هو ينام عشان يصحى يكمل حياته تاني يوم زي ما هو عايز. ما انا هقول لحضرتك انا هجيب ورقه وقلم اكتب الاهداف. الناس ما بتلاقيش وقت يا فندم تجيب الورقه والقلم ده. الاهداف ما هو لازم، بص خلينا نعترف لازم جزئيه تنظيم ونعترف بالجزئيه دي، انا لو ما عملتش ورقه وقلم وحطيت بلان لحياتي سنه 24 يعني خلينا نعترف يبقى في فشل سريع. انما انا لما نكتب الاهداف بتاعتي 1 2 3 وبعدين خدي بالك انا بكتب الاهداف وفقا للاولويات بتاعتي، يعني احط 1 2 3 4. عارفه بره اوروبا ناجحين ليه؟ عشان جزئيه التخطيط ده. احنا عندنا شوفي اي مشروع بيتعمل عندنا تبص تلاقي ايه المشروع يقعد 5 6 7 سنين. لا يا فندم احنا بنقول الوقت بتاع الشغل ده مثلا هيخلص في سنه، هيخلص في كذا، يبقى انا ايه؟ ازود اعمل الامكانيات او الانشطه الفرعيه الخاصه بتاعتي ان انا لازم احقق بتاعي الهدف بتاعي. خلينا نضرب مثال واقعي، انت حضرتك لما جينا حضرنا قناه السويس في 2008 طبعا كل الشركات والتخطيط والبنين وكلنا قالوا ايه مثلا تاخد لها 3 سنين. الرئيس قال لهم لا سنه. سنه يعني ايه بقى؟ بزود عماله، بزود اوقات العمل، بزود الافراد وهكذا. يبقى كله عارف الخطه بتاعته عشان كده تم انجازها في سنه. ده مثال واقعي لايه؟ ادي جزئيه التخطيط الجيد. وعلى فكره الدوله دلوقتي داخله في مشروع التنميه المستدامه 2030. انت عارف حضرتك التخطيط بتاع 2030 ان مصر ما هتبقى من كبرى الدول الاقتصاديه في العالم، وده يفسر لك سبب الحرب الضروس اللي موجوده على مصر دلوقتي. مش عايزيننا ننهض، مش عايزيننا نكون دوله كبرى، عايزيننا كلنا في احتياج. تخيلي حضرتك لو حطينا ده تارجت، مين تارجت اساسي في حياتنا، ان شاء الله هتبقى سنه سعيده علينا جميعا، الشعب المصري بخير ان شاء الله. لازم يعني التنظيم ولازم اراعي جزئيه الوقت دي بالذات. يعني احنا شفنا حضرتك بتتكلم عن استخدام التليفون، وحاجة تحزن يا دكتور لما التليفون ده تبقى وسيلة اتصال واحنا يتحول في حياتنا لشيء أساسي، يعني دايما نخش البيت
بسمع كلمة كده مرعبة، الطفل لما بيخش البيت كان زمان يخش يسلم على بابا، يسلم على ماما، يقول طب هناكل الأول، طب نذاكر، دلوقتي أول ما يخش يسأل سؤال الراوتر شغال، النت موجود، حاجة حاجة غريبة. أيوه، واخد بال حضرتك؟ كان في تواصل. أنت دلوقتي أول حاجة بتسلم على أهل البيت، عارف حضرتك في الوقت الحالي دلوقتي سمعت قصة جميلة جدا، أحد الأجداد لما تلاحظ الجزئية دي إن كل واحد داخل المحمول حتى داخل بيسلم على جده مش بيبوس ولا بيسلم عليه، إيد موجود بيسلم عليها كده وعينه الثانية موجودة في المحمول. راح عمل فكرة جميلة جدا، جاب جراب كده محطوط على باب الشقة، كل اللي داخل يحط المحمول بتاعه فيه بحيث إن كله ينتبه للآخرين. صحيح. لا وإحنا لما بنروح زيارة عند تيتا وجده يعني ان بيبقى كلنا معانا تليفونات ما عدا تيتا وجده، فاحنا رايحين نزور التليفون مش نزور تيتا وجده. نعم. ما هو انا بقول لحضرتك اهو، هو تنبهنا لايه؟ لجزئيه الايه؟ تاريخ الوقت، هو ده اللي بيسرق الوقت. فانا عشان كده بقول لك ايه؟ لازم نتنبه لحته مضيعات الوقت. صح. اللي هو بيلهيني، اللي بيلهيني على الهدف الرئيسي بتاعي. عن عن السبب اللي انا اصلا اللي انا عامله حياتي عشان انجح. هو ده السبب. عارف حضرتك احنا عندنا مثلا في محكمه الاسره يجي يقول لك اسباب النزاعات الزوجيه بين الزوج والزوجه. حضرتك مثال واقعي، حطي مثلا على سفره الطعام، هتجي تلاقي الاب جاي من بره معاه المحمول بتاعه وبيتكلم بابا بابا بابا، هو بابا مش فاضي، بابا بيتكلم مع واحد صاحب في مشكله او بيتكلم مع حد تاني. الام نفس القصه، اللي هي داخله المطبخ او داخله في اي جزئيه تانية في البيت وعماله تتكلم في المحمول مع جارتها او مع حد من افراد اسرتها. الابناء كل واحد فيهم مليون. صحيح يا دكتور، احنا محتاجين ان احنا يعني نحط بقى نفسنا كده ايه حاجات جديدة نمشي عليها، وناخد طبعا بنصايح حضرتك ان احنا نبدأ بقى بداية جديدة، مش كل سنة نقول ان احنا هنعمل وهنحقق وهنغير حاجات في شخصيتنا ونفضل برضو زي ما احنا، يعني نعمل بقى ايه زي ما حضرتك بتقول ان احنا نحط خطة لنفسنا او خريطة ذهنية ونمشي عليها نحقق اهداف خلال السنة الجديدة. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد، واتمنى لك طبعا سنة سعيدة تحقق فيها الكثير من الانجازات زي ما حضرتك بتتمنى. دكتور احمد ثابت الخبير النفسي كنت معانا على الهاتف يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلصت فقرتنا وخلصت كمان حلقتنا، نتمنى 24 تكون بخير، نتمنى كمان نحط احلام واهداف تكون قابلة للتحقيق وتبقى ان شاء الله كل حاجة الواحد بيتمناها تكون في احسن حال. استنونا بكرة قبل الميعاد ده بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح النور.